فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله: وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وهذا له اتصال بما جاء في الحلقة السابقة من كلام الشيخ رحمه الله على سورة الحشر، على سورة الحديد وما ذكر الله فيها من صفات أهل الكتاب، وقد نهانا الله عن أن نتشبه بهم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نهانا الله جل وعلا عن هذه الصفة مع كتابنا، وهي أن نعرض عنه ولا نتأثر بتلاوته وننتفع بمواعظه وزواجره، فإن أهل الكتاب طالت عليهم المدة وثقلت عليهم التكاليف وحرفوا كتابهم من أجل أن يوافق أهواءهم ورغبات رؤسائهم وملوكهم وكبرائهم. نهانا الله عن ذلك مع كتاب الله عز وجل وهو القرآن. ومن ذلك ما جاء في آخر السورة، نهانا الله جل وعلا أن نتشبه بهم في التشدد في الدين، فإنهم اتخذوا الرهبانية دينا ابتدعوها، والله لم يكتبها عليهم، ولكنهم فعلوها من باب إرضاء الله جل وعلا بزعمهم. وإرضاء الله جل وعلا يحصل بما شرعه لا بما ابتدعه المبتدعون. الله أكبر. فهذا فيه النهي عن البدع والمحدثات، وإن كانت نية صاحبها حسنة، فالنية الحسنة لا تبرر الابتداع، والابتداع ليس فيه أجر بل فيه إثم، لا سيما الابتداع في تشدد في الدين والحمل على النفس ما لا تطيق من الرهبانية التي ابتدعها النصارى. فنهى الله هذه الأمة أن تفعل فعلهم فتشدد على نفسها بما لم يشرعه الله عز وجل، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.